بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 89. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. هذا في المنافقين الذين أظهروا الإسلام وهم في الباطن على ضده، هم كفار في الباطن ولكنهم أظهروا الإسلام ليعيشوا مع المسلمين. فالله جل وعلا فضحهم فقال: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالنفاق قالوا إنما نحن مصلحون، فيصفون عملهم هذا النفاق، يصفونه بأنه إصلاح. رد الله عليهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون، حصر الفساد فيهم ولكن لا يعلمون، ولكن لا يشعرون بخطر ما هم عليه. يريدون أن يعيشوا مع المسلمين ويتظاهروا بالإسلام لا لأجل الرغبة فيه، وإنما لأجل أن يتعيشوا به ويتستروا به. فالله فضحهم، لأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فمهما حاول المنافق وأشباهه أن يلبسوا على الناس إنهم لا يلبسون على الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ما في قلوبهم. فهذا فيه التحذير من النفاق والمنافقين. نعم. قال أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. نعم. وقد أخبر تعالى، فهذا فيه أن المعاصي فساد في الأرض وليست إصلاحا، إنما الإصلاح باتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، لا ظاهرا فقط، إنما ظاهرا وباطنا. والله يعلم سبحانه ما تخفي الصدور. نعم. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. الشاهد في قوله ما لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، يعني بالسرقة التي اتهموا فيها، اتهموا فيها وهم براء، فهم قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض يعني لنسرق، فعبر عن السرقة الفساد في الأرض. وهكذا كل المعاصي فساد في الأرض، وإنما صلاحها بطاعة الله ورسوله وهذه الآية في قصة يوسف عليه السلام أنه كان ملكا على مصر، يوسف ملك على مصر، فجاءوا إخوته يمتارون من مصر لأنهم يسكنون في بادية في فلسطين، فجاءوا لطلب الميرة يعني لطلب أن يكتالوا طعاما لأهلهم، اكتالوا طعاما لأهلهم ولم يعرفوا أخاهم يوسف أن هذا الملك هو أخوهم، ما عرفوه. فلما جهزهم بجهازهم يعني كال لهم ما يريدون، طلب منهم أن يحضروا معهم أخاهم بنيامين الصغير وهو شقيق ليوسف عليه السلام، طلب منهم أن يحضروه معه. وأن يوفي لهم الكيل إذا جاءوا به. فلما كال لهم قال لفتيانه يعني لخدمه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فوجدوها ورجعوا ليكتالوا مرة ثانية من مصر، فطلب منهم أن يحضروا أخاهم بنيامين الصغير الذي هو شقيقه، فأحضروه وكال له معهم، نزداد كيل بعير يقولون لأبيهم ونزداد كيل بعير يعني لأخينا ذلك كيل يسير، أحضروه معهم وكال له معهم، ولكنه احتال على بقاء أخيه عنده في مصر، احتال بأن جعل الصواع وكان يقولون كان صواعا من ذهب، أن يجعلوا الصاع في رحل أخيهم الصغير، ولم يكن يعلم بهذا وهم لم يعلموا بهذا، جعلوه دسوه في رحل الصغير. فلما اكتالوا ومشوا ومعهم أخوهم الصغير أذن مؤذن يعني نادى مناد أيها العير إنكم لسارقون، إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير مكافأة وأنا به زعيم يعني كفيل، نفقد صواع الملك. ولما فتشوا في الحملة
وجدوا الصاع في رحل أخيهم الصغير، فأراد يوسف عليه السلام أن يبقيه عنده لأنه كان في دينهم أن السارق يملكه المسروق منه، يملكه المسروق منه. فهذا بما ظهر أنه سرق فيملكه ملك مصر، أخذه عنده، قالوا خذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال تالله، حلف أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فأخذه عنده ليأنس به، وانفجع أبوهم لما جاءوا وليس معهم، انفجع أبوهم، راح له ابنان يوسف وأخوه، راح فقدهم أخذوا، فانصاب الأب بسبب فقد ابنيه. لما أرادوا الرجوع قال كبيرهم، كان كبيرهم معتدلا، لن أبرح الأرض، يعني لن أسافر معكم حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فجلس في مصر، صاروا ثلاثة إذن من أبناء يعقوب عليه السلام. ماذا تكون المصيبة عليه؟ ثلاثة من أبنائه أخذوا، صاروا في مصر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال صبر جميل، والصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى إلى مخلوق، صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا ما حصل من يعقوب عليه السلام. وفي النهاية، طلبهم يوسف اللي هو ملك مصر، طلب أباه وإخوته وجميع الأسرة أن يأتوا عنده في مصر بدل ما هم في البادية، طلبهم أن يأتوا عنده في مصر وهو ملك مصر ليأنس بهم. فذهبوا جميعا وصاروا عند يوسف عليه السلام بهذه الحيلة. كذلك كدنا ليوسف، كاد الله له بهذه المكيدة، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني ملك مصر، يعني في نظامه وشرعه، وإنما أخذه في دين يعقوب عليه السلام أن السارق يملكه المسروق منه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نعم. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. هذا هو الشاهد من الآية. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، يعني لنسرق. فدل على أن المعصية فساد في الأرض، في حين أن الطاعة عمارة للأرض. نعم. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. هذا ما يستفاد من الآية، أن التحاكم إلى غير شرع الله
من أعظم الفساد في الأرض، لأن الأرض لا تصلح إلا بحكم الله سبحانه وتعالى. أما الأنظمة والقوانين البشرية وكلها باطلة، كلها فساد في الأرض ليست صلاحا. نعم. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى. نعم، في الآية الدلالة التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها، يعني ما دامت المعصية فساد في الأرض ومنها السرقة، فمهما حاول المنافقون والكفار أن يزينوا المعصية فإنها تبقى فسادا في الأرض وليست صلاحا. نعم. وفيها التحذير من الاغترار بالرأي. نعم. ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيها دليل على أنه لا يجوز الأخذ بالرأي المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا من الفساد في الأرض. الحكم بغير ما أنزل الله فساد في الأرض. نعم. فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه، وهذا من الفساد في الأرض. نعم، يقول الشاعر رحمه الله: ما أكثر، فما أكثر من يصدق بالكذب، يصدق الكذب الكاذبين والمموهين. نعم. ويكذب بالصدق إذ جاءه، ويكذب بالصدق إذ جاءه من عند الله ورسوله، ويقدم عليه الكذب، هذا أعظم الفساد في الأرض. نعم. وهذا من الفساد في الأرض، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة. فساد يجر إلى فساد، الفساد يجر إلى فساد، ما يكفي الفساد الأصلي بل ينضاف إليه مفاسد كثيرة. نعم. ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. نعم. تخرج صاحبها في الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعم. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله. يقول الشارح: تدبر هذا الأمر الذي هو ترويج المعاصي والكذب، وماذا يجر على الناس من الشر بل من الشرور والآفات، وإن كانوا يسمونه تقدما وحضارة وأنه نتيجة للعقول من نتاج الفكر والعقول، إنما هو فساد في الأرض. نعم. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه لا يعصم من هذه الآفة، وهي رواج الفساد في الأرض، إلا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الشريعة الإسلامية. نعم. إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات. نعم. وبصرا نافذا عند ورود الشبهات. نعم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالعاقل والعالم ما تروج عليه الشبهات، إنما تروج على المنافقين أو تروج على ضعاف الإيمان أو الجهال، تروج عليهم الشبهات لأنهم لا يعرفون أنها باطل وأن
لأنها ملبسة بلباس مزخرفة تغر من مرت عليه، إلا من أعطاه الله بصيرة وعلما ينقد به ما يمر عليه فيخرج الزيف من الصحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله أصلح الأرض لإرسال الرسل وإنزال الكتب، هذا صلاح الأرض. وجاء في الحديث: لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. لحد يقام في الأرض، يعني من حدود الله، خير من أن تمطر 40 صباحا. فما تعمر الأرض إلا بشرع الله ودينه. نعم. نعم. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. تعلمون حالة العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هم فيه من الأمر المريج ومن الفساد ومن التقاتل بين القبائل، بل بين الإخوة والأقارب، فساد ذريع. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أصلح الله به الأرض، حتى الكفار استفادوا من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. نعم. من دعا إلى خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنظمة والقوانين فإنه من أعظم الفساد في الأرض. هذا من أعظم الفساد في الأرض. وإن زعموا أنه رقي وأنه تحضر وأنه نعم. قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله أصلح الأرض بإرسال الرسل، فلا تفسدوا فيها بدين الجاهلية المخالف لدين الرسل. الأرض لا تصلح إلا بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل. نعم. وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. نعم. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض. نعم. الشرك أعظم فساد في الأرض، والتوحيد أعظم إصلاح في الأرض. نعم. بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. مخالفة أمره. نعم. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض. نعم. فلا يطاع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صلاح الأرض. وطاعة غير الرسول في معصية الله فساد في الأرض. نعم. ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع. إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود، لأن الله خلق الخلق لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
خلقهم لعبادته، وعبادته ترجع مصلحتها ومنفعتها إليهم. أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم وعن عبادتهم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله لغني حميد. إنما يرجع هذا إلى الناس، أما الله جل وعلا فإنه لا يتضرر بشيء، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما مضرة المعصية ومنفعة الطاعة ترجع إلى العباد، إلى أنفسهم. نعم. والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا. نعم. وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا لا تجب طاعة أحد إلا إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. نعم، لا سمع ولا طاعة لمن يدعو إلى الشرك، يدعو إلى تعطيل الشريعة واستبدالها بأنظمة البشر، لا سمع له ولا طاعة. نعم. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، كل صلاح في الأرض إنما سببه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فساد في الأرض إنما سببه معصية الله، معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله. انتهى. نعم. هذا كلام بالعالية. نعم. ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي. الترجمة ما هي؟ الباب ما هو؟ باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. نعم. ألم تر إلى الذين يزعمون. نعم، أكمل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ألم تر إلى الذين يزعمون، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قد أمروا أن يكفروا به، قد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت كل من حكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت من الطواغيت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. نعم. ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي. نعم. فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين. قد يقول قائل: هؤلاء الكفار وأكثر الناس يحكمون بالقوانين والأنظمة البشرية، وهذا هم في نعمة وفي نقول لهم: هذا استدراج من الله، لا تغتر بهذا، هذا استدراج يملي لهم، وأملي لهم إن كيدي متين، قول الله جل وعلا، وأملي لهم، استدرجهم من حيث لا يعلمون. فلا يغتر بهذا، إذا كانت النعمة على عباده وعلى طاعة لله ورسوله فهي ما في شك أنها من الله، وأنها صلاح للعباد والبلاد،
أما إذا كانت النعمة مع المعاصي والكفر فإن هذا استدراج لهم. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، يعني يكون في شق والرسول في الشق الآخر، ما يسير مع الرسول، وإنما يسير في طريق غير طريق الرسول، هذا مشاق للرسول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قالوا هذه الآية فيها دليل على الإجماع، سبيل المؤمنين، والإجماع هو من الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع، هذه الأدلة، إجماع العلماء، ما هو إجماع الغوغة والناس، إجماع العلماء الربانيين المحققين. هذه الآية دليل على الاحتجاج بالإجماع لأنه سبيل المؤمنين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون. حكم الجاهلية منصوب بقوله يبغون، أي يبغون حكم الجاهلية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الجاهلية باطل وشر. وما اجتمعت كلمة المسلمين وصلحت الأرض إلا ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت قبل بعثته في أمر مريج. الحكم للقبائل والسلطان للقبائل، والحكم بالعادات والسلوم والتقاليد، وكان العرب منهبة للدول الكبرى، من يتبع الفرس ومن يتبع الروم، ليس لهم دولة، العرب ما كان لهم دولة، لكن بعضهم يتبع الفرس وبعضهم يتبع الروم. فلما جاء الله بهذا الرسول وهذا الدين قامت دولة الإسلام وسادت على الأرض، سادت الأرض دولة الإسلام، انتشر الإسلام المشرق والمغرب، صارت الدولة للإسلام. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات، كما يحكم بها التتار من السياسات المأخوذة عن جنكز خان الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام أقيسة من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، وصار في بنيه شرعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثلاث آيات
فيها أن من لم يحكم بما أنزل الله تنطبق عليه هذه الأوصاف. نعم. قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى. نعم. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما من ليس أحسن فعل أفعل تفضيل وليس له طرف آخر. تقول زيد أحسن من عمرو، هذا فيه طرفان، واحد أفضل من الآخر، لكن قد يكون التفضيل ليس له طرف آخر. من ذلك هذه الآية: ومن أحسن من الله، ليس هناك حكم يعادل حكم الله سبحانه وتعالى ويكون طرفا آخر. نعم. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحم وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. نعم. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية. نعم. والجاهلية المراد بها ما قبل الإسلام، الجاهلية ما قبل الإسلام. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، لكن يبقى شيء من الجاهلية في بعض الناس، لكن الجاهلية العامة زالت بالإسلام، لكن يبقى منها شيء في الناس. ولهذا لما عير صحابي أخاه قال: يا ابن السوداء، يعني يا ابن السوداء ابن أمه، قال له صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. دل على أنها تبقى شيء من خصال الجاهلية في بعض الناس، في بعض القبائل، في بعض البلدان، لكن الجاهلية العامة زالت بالإسلام والحمد لله. نعم. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو بن العاص هو صحابي وأبوه صحابي، فيقال رضي الله عنهما. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية. لا يؤمن أحدكم، نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه أي ما يشتهيه ويميل إليه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والمراد لا يؤمن الإيمان الكامل، نفي الكمال الإيمان، لأن ما يوجد من عنده هوى عنده كذا. نعم. لكن هذا نوع من الجاهلية ولا يقتضي كفره. نعم. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي. نعم. في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح. الحجة على تارك المحجة، هذا كتاب موجود مطبوع تداول. نعم. كما قاله المصنف عن النووي. نعم. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحاح الأخبار. نعم. وشاهده في القرآن، قال تعالى:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقوله نعم فلا وربك، أقسم بنفسه سبحانه وتعالى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس فيه خيرة، يجب الاتباع ما أمر الله به ورسوله، ولا أمر لأحد مع أمر الله ورسوله. نعم. وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك أيها الرسول فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. ونحو هذه الآيات. وقوله لا يؤمن أحدكم لا أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار. نعم. وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. نعم قد يكون دون ذلك ومسلم لكنه دون من هو متصف بصفة الإيمان الكامل والتسليم الكامل لله ورسوله. نعم. قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. نعم. فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. أي الإيمان المطلق يعني الكامل. نعم. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب. أي نعم يكون عنده نقص في الإيمان. نعم. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أن هذا ينقص الإيمان، ارتكاب الزنا ينقص الإيمان، وليس الزاني يكفر، لا، ينقص إيمانه بهذه المعصية القبيحة. نعم. يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان، هذا ينقص الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني ينقص إيمانه إذا سرق. نعم. يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب. إيه نعم ينتفي عنه كمال الإيمان لا أصل الإيمان، هو مؤمن لكنه ليس كامل الإيمان. نعم. وينزل عنه في درجة الإسلام، قد يصل إلى أنه يكون مسلم وليس مؤمنا، والمسلم أعلى يعني أول درجات الدين الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، الدين ثلاث مراتب. نعم. وينقص إيمانه فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو نعم. الفسوق، فيقال مؤمن عاص أو يقال مؤمن عاص أو مؤمن فاسق، ولا يقال إنه غير مؤمن، يقال مؤمن لكنه مؤمن فاسق، عنده يعني خروج، الفسق هو الخروج، عنده خروج من الإيمان في بعض الأمور. نعم. فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به،
كما هناك قال. هناك الإيمان المطلق هذا هو الكامل، ومطلق الإيمان هذا ناقص. نعم. فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها: تحرير رقبة مؤمنة، ليس المراد مؤمنة كاملة الإيمان، الرقبة التي تعتق ما يشترط فيها أن تكون كاملة الإيمان، بل تكون مؤمنة مطلق إيمان ما لم تخرج إلى الكفر. نعم. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، يعرفون الإيمان لأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان، وقول باللسان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا تعريفهم للإيمان. نعم. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. نعم. فمن ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه في نسخ القبلة، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنه لما نزلت آية ولي وجهك شطر المسجد الحرام تأسف ناس على أقاربهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فالله طمأنهم، قال: ما كان الله ليضيع إيمانكم، فدل على أنهم لا يضيع إيمانهم في صلاتهم إلى بيت المقدس، لأن العمل بالشرع هو الواجب ما لم ينسخ، ما لم ينسخ، والدين يكون فيه نسخ، يكون فيه نسخ، فالذي عمل بالأول قبل أن ينسخ هو على أجره. يطمئنهم سبحانه: ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، ودلت الآية على أن العمل من الإيمان. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. الحديث وهو في الصحيحين والسنن. نعم. والدليل على أن الإيمان يزيد. وفد عبد القيس هذول جاءوا من جهة الأحساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذول وفد عبد القيس، عبد القيس في الأحساء. نعم. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نعم، هذا تعريفه. نعم. وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. نقف عند هذا. نعم. وقوله: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من يحكم بغير ما أنزل الله يكفر بعينه؟ نعم، يكفر بعينه، لكن الكفر يتفاوت، هو الكفر المخرج من الملة، قد يكون المخرج من الملة، قد يكون دون ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: فأكثروا فيها الفساد؟ نعم. يقول: ما معنى قول الله تعالى:
فأكثروا فيها الفساد. معاصي أكثروا فيها الفساد يعني المعاصي، لأن المعاصي فساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل المقصود بالجاهلية العامة الكفر والشرك؟ المراد بالجاهلية العامة ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما تفسير الصحابة رضي الله عنهم لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ كما سمعت الآية على إطلاقها: من حكم بغير ما أنزل الله عن تعمد وقصد فإنه يكفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أما من حكم بغير ما أنزل الله عن اجتهاد منه يريد الحق لكنه لم يصبه فهذا معذور، هذا معذور. إذا أخطأ الحاكم فله أجر، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم وأخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. نعم. أحسن الله المجتهد يعني المجتهد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل في قصة يوسف مع إخوته يستفاد أنه احتال عليهم لبيان الحق واسترجاع الحقوق؟ إيه نعم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، إنما أخذه بهذه الحيلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل نثبت لله المكان؟ نعم، المكان لا شك أن الله جل وعلا له مكان، وهو فوق عرشه فوق سماواته عال على خلقه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم من لم يكفر من يقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ ما حكم من لم يكفر من يقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ هذا إما جاهل، وإما أنه ليس عنده إيمان. اللي ما يكفر من قذف أم المؤمنين عائشة، هذا إما أنه جاهل، وإما أنه ليس عنده إيمان أصلا. أم المؤمنين تقذف، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول معصوم صلى الله عليه وسلم، كيف يكون في فراشه شيء من هذا؟ لا يكون هذا أبدا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في الحديث حجابه النور، هل الحجاب صفة من صفات الله؟ أي نعم، حجابه النور يعني أنه سبحانه لا يراه الناس، لأن النور يحجبه عنهم، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لكن في الآخرة يتجلى سبحانه لعباده المؤمنين ويرونه عيانا بأبصارهم، يعطيهم الله قوة يستطيعون بها أن يروا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندنا من يدعي أن الإيمان يكفي فيه عمل القلب أو عمل الجوارح، أما عمل الجوارح فهو مكمل للإيمان، فما هذا إما جاهل وإما ضال، ما هو مكمل. العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، لا إيمان بدون عمل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما صحة القول
بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر حرية الاعتقاد. يقول: ما صحة القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر حرية الاعتقاد؟ هذا كلام باطل. أقر حرية الاعتقاد وهو يقاتل الكفار والمشركين ويدعو إلى التوحيد، كيف يقر حرية الاعتقاد؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم المسافر؟ ما في حرية للاعتقاد، الاعتقاد ما في حرية، الاعتقاد لابد من الإيمان بالله ورسوله، لابد من هذا. نعم. أحسن الله، يعني كل من شاء يعتقد ما يريد؟ لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الحكم بغير ما أنزل الله خاص بكل الناس، عام على كل الناس، أم أنه خاص بالحكام فقط؟ خاص بالحكام اللي يحكمون، عامة الناس ما يحكمون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل المسابقات في الحجاب وفي، يقول، صلاة الضحى تعتبر من الرياء؟ كيف المسابقات فيه؟ مسابقات، يقول، في المدرسة في الحجاب للبنات وصلاة الضحى. حجاب فيه مسابقات؟ ما فيه مسابقات، حجاب أمر واجب على نساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين. وقد فسر ابن عباس بأن جر ثوبه حتى غطى وجهه إلا عينا واحدة يبصر بها الطريق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى العفو والعافية في قوله: اللهم إني أسألك العفو والعافية؟ العفو عن الذنوب والعافية في البدن ونعم وفي الدين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز وصف ما في صحيح البخاري أو صحيح مسلم بأن الأحاديث مشكوك فيها؟ ما يقول هذا إلا زنديق. أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، ولا يشك في هذا إلا إما جاهل وإما أنه زنديق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة المسلمون أجمعوا على هذا، أجمعوا على أن أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل المجاهرة ببعض المعاصي من الإفساد في الأرض؟ يقول: هل المجاهرة ببعض المعاصي من الإفساد في الأرض؟ بلا شك المجاهرة من الإفساد في الأرض. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تمثيل قصص الأنبياء؟ لا يجوز تمثيل الأنبياء، ممنوع هذا، صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء مبطي من زمان أنه لا يجوز تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. ويسأل أيضا ويقول: ما حكم تمثيل الصالحين كالإمام أحمد؟ يقول: ما حكم تمثيل الصالحين كالإمام أحمد؟ وكذلك لا يمثل الأئمة مثل الإمام أحمد، ولا يمثلون، من يبي يأتي بشخصية الإمام أحمد أو شخصية الإمام البخاري أو شخصية الإمام مالك أو شخصية الإمام أبي حنيفة أو شخصية الشافعي، من يبي يأتي بها؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الساحر يكفر بسحره؟
نعم، إذا استحله يكفر به، إذا استحل السحر فإنه يكفر بذلك، لأن الله حكم بكفر الساحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني بالسحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء بالصفة؟ فيقول: يا رحمة الله ارحمني. لا، يدعو بالموصوف ويتوسل إليه بالصفة: يا أرحم الراحمين ارحمني، يا كريم أكرمني، يا وهكذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك محذور في قول أنه سبحانه استوى على العرش بقدرته؟ من قال هذا؟ ما قاله إلا الذين يجحدون علو الله سبحانه وتعالى، هذا قول الذين يجحدون علو الله على خلقه، قول الحلولية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أصيب مسلم بمصيبة، يقول ولا أعرفه، هل يقول إذا أصيب مسلم بمصيبة ومات ولا أعرفه، فهل يقول أصيب مسلم بمصيبة ومات ولا أعرفه، يقول هل نسأل عن يقول من أي فرقة هم حتى نترحم عليهم؟ الأصل في المسلمين الخير، الأصل في المسلمين الخير، فأحسن الظن بالمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أتخيل الجنة والنار؟ ما عندك مخيلة تسع الجنة والنار، ما عندك مخيلة، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشرع لعن وسب المشركين والكفار؟ وش السبب في هذا؟ ما تلعن إلا لسبب، أما عموم ما تلعن عموم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا زرت أحد أقاربي يقول الميت في قبره وقبره بعيد، فهل هذا من شد الرحال؟ لا من شد الرحال. إيه، إذا سافرت لزيارة القبر فهذا من شد الرحال المحرم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تفضيل علي رضي الله عنه؟ يقول: ما حكم تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه؟ محل خلاف، إن كان الصحيح تفضيل عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء، وعلي رابع الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: وجدت في بعض كتب الأطفال هذا الكلام: ليلى تحب الصور، ورسمت حصانا أبيض، وطلبت من حصانها أن يحقق لها أحلامها، ورسمت سمكة، وطلبت منها أن تغوص بها في البحر ففعلت واستجابت لها، يقول: فما حكم هذا الكلام؟ هذا كذب، هذا الكلام كذب ولا يجوز تصديقه ولا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم التقدم للمناصب في البلاد غير الإسلامية؟ يقول: ما حكم التقدم للمناصب في البلاد غير الإسلامية؟ إذا كان سيحقق مصلحة للمسلمين يتقدم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة
أن تخرج مع محارمها للدعوة إلى الله؟ تخرج إيه؟ أن تخرج مع محارمها للدعوة إلى الله. وين هو فيه تخرج؟ نعم، ما أدري والله. تدعو إلى الله في مكانها عند من حضر عندها وعند أقاربها وعند نعم من حضر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كنت أمسح على الحذاء أعزكم الله وأنزعه إذا حان وقت الصلاة، يقول مرات كثيرة لا أحصي. كنت أمسح على الحذاء أعزكم الله، يقول وأنزعه عند الصلاة، يقول قد فعلت ذلك مرات كثيرة لا أحصيها وأنا جاهل بالحكم، فما الواجب علي حيال ذلك؟ إذا كانت الصلوات كثيرة عليك أن تصحح طريقك الآن يعفو الله عما سلف، أما إذا كانت الصلوات قليلة وبإمكانك قضاؤها فيجب عليك قضاؤها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل وضع السترة يقول يعتبر من التكلف؟ نعم، يقول هل وضع السترة يعتبر من التكلف؟ لا، في الحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إلا إذا كنت خلف الإمام فسترة الإمام سترة لمن خلفه، تكفي سترة الإمام، ما إذا كنت تصلي وحدك فمن السنة أن تتخذ سترة أمامك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول إن الله لا يثقل كاهله شيء؟ كلام باطل، هذا كلام باطل، ولا يوصف الله بكاهله. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في اللباس العسكري مكتوب عليها كلمة التوحيد، يقول فهل يجوز الدخول بها إلى الخلاء؟ لباس العسكري، نعم، مكتوب عليه كلمة التوحيد، يعني لا إله إلا الله. ها؟ نعم، لا تدخل بها الخلاء. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ يقول ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف والتمثيل، نعم، التكييف هو ذكر الكيفية، تقول صفة الله كيفيتها كذا مثل كذا وكذا، هذا لا يجوز. والثاني التمثيل. تمثيل، نعم، لا، التمثيل ما يجوز أن تمثل الله بخلقه، لا يجوز هذا، أو بالملائكة أو نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يستوي في طلب العلم من يحضر مجالس العلماء ومن يسمعها عن طريق الشبكة؟ يقول هل يستوي في طلب العلم من يحضر مجالس العلماء ومن يستمع إليها عن طريق الشبكة؟ لا، لازم يحضر في المجلس، مجلس العلماء يستمع، أما الشبكة إذا كان فيها خير يستفيد منها، لكن ما يسمى هذا أخذ عن العلماء، يستفيد من الحق اللي يقال فيها، ولا يقال أنه أخذ عن العلماء في هذا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: مريض بسلس البول يضع القسطرة البولية دائما أعزكم الله، يقول يتوضأ لصلاة المغرب بعد دخول الوقت ثم يبقى إلى صلاة العشاء في المسجد، فهل يلزمه الوضوء مرة أخرى بعد أذان العشاء؟ نعم، إذا كان ينزل عليه بول فيلزمه الوضوء لكل صلاة. نعم،
ولا يتوضأ إلا عندما يريد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تزوجت وأنا تارك للصلاة، وشهد عقد النكاح شهود لا يصلون، فهل عقد النكاح صحيح؟ هذا اسأل عنه القاضي، تقدم إلى القاضي واسأله عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من الغلو في العلماء تشبيههم بالأئمة كالإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية؟ ما حد مشبههم بالإمام أحمد والإمام مالك، ما حد مشبههم، إلا يمكن جاهل، والجاهل لا حد له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل النعاس ينقض الوضوء؟ لا، إلا إذا كان متكئاً على شيء ينقض الوضوء، أما إذا كان ليس متكئاً على شيء النعاس لا ينقض الوضوء. كان الصحابة ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة العشاء، حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. اللي متمكن من نفسه ولا يستند إلى شيء ما يضر النعاس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: في الحديث حق المسلم على المسلم ست، هل هذه الحقوق واجبة أم مستحبة؟ منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومكمل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل واقع زوجته في نهار رمضان ويستطيع أن يطعم 60 مسكينا فقط، فالسؤال: هل هو ملزم بإطعام 60 مسكينا بالعدد، أم أنه يستطيع شراء طعام يكفي 60 شخصا؟ لا، لابد من 60 مسكين. لو أنها أعطاها الطعام مسكينا واحد ردده عليه ما يكفيه إلا عن مسكين واحد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل زنى بامرأة وأنجب منها ولدا، ثم تاب وتزوج وأنجب بنتين، يقول: هل ينسب هذا الولد بعد الزواج إلى والدهما؟ لا، ينسب إلى أمه فقط، ولد الزنا ينسب إلى أمه فقط. نعم. يقول: وهل هو محرم لأخواته؟ لا، ليس محرما لأخواته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أراجع حفظي للقرآن يوميا، ولكن سمعت من يقول أن المراد بإنزال القرآن التدبر وليس كثرة القراءة. المراد التدبر وكثرة القراءة، كلها المقصودة، كثرة التلاوة والتدبر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما صحة هذه القواعد، يقول، في الجرح والتعديل؟ يقول: ردك لجرح العالم طعن فيه. والقاعدة، قواعد الجرح والتعديل هذه مكفيين إياها في قواعد ابن رجب وغيره، راجعوها وتكفينا، ما نبي لكم قواعد أنتم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تتعرض المملكة بين فترة وأخرى لحملات دعائية من الأعداء، يقول نعم، يقول: تتعرض المملكة بين فترة وأخرى لحملات دعائية من الأعداء والتدخل في شؤونها، وندافع عنها، ويصفنا البعض بأننا عملاء ومأجورين، يقول: فما توجيهكم حفظكم الله يا لذلك؟ ما يخالف لو وصفوكم بأنكم عملاء ومأجورين، إذا كنتم على حق فلا تلتفتوا لمن ينسبكم إلى هذه الصفات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: اللعن بقول القائل للآخر
يقول الله يلعنه، يقول هل يعتبر من الكبائر؟ كيف؟ يقول اللعن هل يعتبر من الكبائر أو من الصغائر؟ لعن المؤمن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، فلا يجوز هذا. نعم، تعرفون حكم القتل، اللي يلعن المؤمن مثل اللي يقتله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول مع كثرة المنكرات في هذا الزمان وانتشارها والمجاهرة بها، ما النصيحة لطلاب العلم ولعامة الناس؟ أن الواجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس وأن يدعوا إلى الله ويحذروا من المعاصي ومن المسائل التي فيها نقص في الدين، هذا واجب العلماء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بعض الإخوة يفوتون تكبيرة الإحرام وربما الجماعة الأولى بحجة إدراك الدرس، يقول هل فعلهم صحيح؟ إيش؟ يقول بعض الإخوة يفوتون تكبيرة الإحرام وربما الجماعة الأولى بحجة إدراك الدرس، يقول هل فعلهم صحيح؟ ما يمنعهم الصلاة مع الجماعة عن إدراك الدرس، يصلون وإذا منهم صلوا يجون للدرس، ما يمنعهم هذا ولا يأخذ من وقتهم كثيرا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.